مرحبا بكم في السلسلة رقم 5 و6 و7 و8، هما السلسلات الأخيرات من البيرمي ديال الكار. أول سؤال، باش نسوق حافلة ديال نقل المسافرين كتوفر على 8 د المقاعد الفوق، خصني بيرمي بي ولا بيرمي باء ولا جيم ولا دال ولا ها؟ بيرمي ديال الكار من طبيعة الحال هو دال، هو دي. إذا الجواب الصحيح هو 3. السؤال رقم 2 كيقول، باش نحافظ على صلاحية الرخصة ديال السياقة من صنف دي، من الواجب أنني ندوز الفحص التقني كل 2 عام بالنسبة للبيرمي ديال الكار. الناس اللي كيسوقوا شوافر راه من 2 لـ2 خص الفحص الطبي. إذا الجواب الصحيح هو رقم 3، كل 2 عام. بالنسبة للسؤال رقم 3، عندي صورة فيها بلاكة ديال الممنوع أكثر من 10 طن، والسؤال فيه الحمولة ديالي 12 طن ونص، إذا واش ممكن نمشي في هذا الطريق؟ الجواب هو لا. هو رقم 2. بالنسبة للحافلات، السؤال رقم 4، قلنا العلو الأقصى اللي تيكون هو 4 متر وفي العرض 2 متر ونص. بالنسبة للسؤال رقم 4 تيقول العلو الأقصى اللي ممكن توصل ليه الحافلة، إذا الجواب هو رقم 2، هو 4 متر. السؤال رقم 5، قلنا فاش تيكون السؤال فيه واش واجب عليا ولا نتأكد ولا قبل ما ننطلق ديما تندير الأجوبة نعم. إذا هنا في السؤال رقم 5، واجب عليا نتأكد من وجود مثلث التنبيه صحيح، علبة الأدوات الميكانيكية صحيح، وعلبة الأدوية كذلك صحيح. إذا 1، 2، 3 كاملين صح. بالنسبة للسؤال رقم 6، ممنوع عليا نركب في الحافلة ديالي شخص سكران نعم، والحيوانات كذلك نعم، والمواد الخطيرة كذلك نعم، وكذلك المريض واخا ما كاينش في هذا السؤال. إذا المريض والسكران والحيوانات والمواد الخطيرة كاملين ممنوعين. إذا 1، 2، 3 كاملين صحاح. بالنسبة للسؤال 7 كيقول، خاص الحافلة تكون كتوفر على مخفض السرعة الكهربائي أي الرالونتيسور إلكتريك إذا كانت مخصصة. هنا الجواب إذا كانت مخصصة لنقل السياح بالنسبة للتوريست. إذا الجواب هو رقم 3، فقط خص يكون عندها مخفض سرعة كهربائي إذا كانت مخصصة لنقل السياح. إذا رقم 3. بالنسبة للسؤال رقم 8، بعد ساعتين من السياقة واجب عليا دائما نرتاح واحد الربع ساعة، ماشي نص ساعة وماشي 10 دقائق، ربع ساعة. إذا كل ساعتين ربع ساعة خصني نرتاح. إذا الجواب هو رقم 2. بالنسبة للسؤال رقم 9، كنشوف واحد البلاكة فيها ممنوع التجاوز وكذلك الخط متواصل، إذا واش يمكن لي نتجاوز؟ الجواب هو لا، رقم 2. بالنسبة للسؤال رقم 10 كيقول، بالمقارنة مع باقي العربات بالمحرك حوادث الحافلات كتكون واش أقل خطورة ولا أكثر خطورة؟ الجواب هو أكثر خطورة، ورقم 2، لأن كل ما كانوا الناس بزاف كل ما تتكون الإصابات كثيرة وخطيرة. السؤال رقم 11، في أرض منبسطة يعني أرض مقادة، واش ممكن نقلها بالسرعة الأولى أو السرعة الثانية أو السرعة الثالثة؟ يعني واش ممكن نقلها برومي أو الدوزيام أو التروازيام؟ من طبيعة الحال الجواب هو نقلع برومي يعني بالسرعة الأولى. إذا الجواب اللي صحيح هو رقم 1. بالنسبة للسؤال رقم 12 كيقول، واش في خارج الحافلة من الواجب نكون معلق عدد المقاعد؟ من طبيعة الحال لا، لأن الناس اللي كيراقبوا الطريق هما اللي كيشوفوا عدد المقاعد. رقم الرخصة نعم، السرعة القصوى نعم. إذا الجواب الصحيح هو 2 و3. بالنسبة للبيرمي ديال السيارة هو باء، وإذا كانت عندها المقطورة كتولي باء هاء. بالنسبة للكاميو هو سين، وإذا كانت عنده المقطورة كتولي سين هاء. بالنسبة للحافلة دال، وإذا كانت عندها المقطورة تتولي دال هاء. إذا هنا السؤال رقم 1، بما أنني عندي الحافلة فالجواب الصحيح هو دال وهاء، يعني دي اه.
أي رقم 3. سؤال رقم 2، أنا في واحد الطريق اللي هي طريق السيارة. السؤال كيقول واش السرعة محددة في 70 أو 80 أو 100 كيلومتر في الساعة؟ إذا هنا السؤال الجواب هو 100 كيلومتر في الساعة. إذا رقم 3 هو الجواب الصحيح. بالنسبة للسؤال رقم 3، كنشوف الصورة بأنني في واحد المنحدر، والسؤال كيقول بأن الفراميل خسرات، يعني الفران مشى. فواش ممكن نوقف المحرك؟ ما يمكنش نوقف المحرك، ولكن ممكن ندير كاع دوك الاختيارات بالثلاثة الاخرين، يعني انني نخفض مستويات السرعة، نزل من الفيتاس، نبدا نزل، وكذلك نخفض مخفض السرعة، نشغل مخفض السرعة، وكذلك نستعمل حصان الإغاثة، يعني فرانمان. إذا الجواب الصحيح هو رقم 2 ورقم 3 ورقم 4. على رقم 4، مقياس الزمن والسرعة اللي تنقولوا ليه حنا الديسك، واش تيسجل سرعة الحافلة، وقت السياقة والراحة، أو مستويات السرعة؟ مستويات السرعة هما الفيتاسات. بالنسبة للفيتاسات تروازيام كاتريام سانكيام، فهو ما كيسجلهمش. إذا الجواب الصحيح هو رقم 1 لسرعة الحافلة، ورقم 2 وقت السياقة والاستراحة. بالنسبة لواحد المسألة خصنا نتذكروها دائما وحنا مقبلين على اجتياز امتحان السياقة ديال الكار، راه الطول الأقصى دائما الأقصى هو 12 متر، ما يمكنش يفوت 12 متر، والعلو ما يمكنش يفوت 4 متر، والعرض ما يمكنش يفوت 2 متر ونص. يعني رقم 5 الجواب هو رقم 2، الحد الطول الأقصى هو 12 متر. السؤال رقم 6، الحافلة ديالي ديما خصها تكون فيها طفاية العافية ونافذة الإغاثة. إذا بالنسبة للسؤال رقم 6، كتوفر الحافلة ديالي على 12 مقعد، من الواجب تكون مجهزة بطفاية الحريق رقم 1 ونافذة الإغاثة رقم 2. الأجوبة بجوج صحاح، يعني رقم 1 ورقم 2. بالنسبة للسؤال رقم 7، تنشوف البلاكة فيها ممنوع على الحافلات اللي فيهم 10 متر في الطول، وانا الحافلة ديالي فيها 11 متر، اذا ممنوع عليا التجاوز. اذا الجواب اللي صحيح هو رقم 2. على رقم 8، باش تكون السياقة مناسبة خاص يكون سرعة ولا العداد ديال دوران المحرك، يعني السرعة باش كيدور الموتور، بحال في الصورة رقم 1 يكون في الاخضر ماشي في اللون الاحمر. اذا الجواب اللي صحيح هو رقم 1. بالنسبة للسؤال رقم 9، كنشوف قدامي بلاكة فيها ممنوع التجاوز على العربات الكبار، اذا حتى انا ممنوع ليا التجاوز. السؤال كيقول واش يمكن لي نتجاوز؟ الجواب هو لا، ورقم 2. كما كنقولوا دائما، فاش يكون السؤال واش خصني نتأكد او واش خصني نراقب، ديما خص يكون الجواب نعم. السؤال رقم 10، قبل الانطلاق واش من الواجب نتأكد من الابواب مقفولة؟ نعم. الركاب واش واخدين الاماكن ديالهم؟ نعم. صندوق الامتعة واش مقفول؟ نعم. اذا الجواب هو رقم 1 و2 و3. بالنسبة لداخل الحافلة، السؤال رقم 11، أم الواجب عليا فقط نعلق الدرجة والصنف؟ أما لوحة التسجيل أو السرعة القصوى فماشي ضروري باش نعلقها. إذا الجواب بالنسبة للسؤال 11، داخل الحافلة واجب عليا نعلق الدرجة والصنف، الجواب الصحيح هو رقم 1. بلاد الصورة كنشوف بأن الطريق فيها الماء، اذا باش نخفض من السرعه ديالي، غادي الا كنت في سانكيام ننزل لكاتريام تروازيام دوزيام، اي نخفض من مستويات السرعه اللي هو رقم 1 ونشغل مخفض السرعه رقم 3، ماشي نضغط على الفراميل بقوه، راه غادي نزلق ندير شي كارثه. اذا الجواب الصحيح هو رقم 1 ورقم 3. نبداو دابا بالسلسله السابعه من اسئله امتحان السياقه ديال الكار، السلسلة السابعة من الامتحان ديال بيرميد الكار.
غادي تنتهي عندي صلاحية الفحص التقني في 12 الليل. واش خصني نصايبها هاد النهار، يعني خصني نجددها في نفس اليوم، او يمكن ننتظر حتى الغد؟ خصني نجددها في نفس اليوم. الجواب الصحيح هو رقم 1. بالنسبة للسؤال رقم 2، الحافلة ديالي مجهزة بمخفض السرعة ديال المحرك، باش نشغله بشكل سليم واش خصني نبدل مستوى السرعة؟ يعني إذا كنت في كاتريام نرجع لتروازيام نرجع لدوزيام؟ نعم، الجواب هو نعم. واش نضغط على الوصيل؟ الوصيل هو الامبرياج. إذا ضغطت على الامبرياج فما غاديش المحرك ديال السيارة يولي يتحكم في السيارة. إذا الجواب هو لا، ما خصنيش نضغط على الوصيل اللي هو الامبرياج. إذا الجواب الصحيح في الأول هو نعم، وفي الثاني هو لا. بالنسبة لمقياس الزمن والسرعة اللي كنقولوا ليه الديسك، فهو راه تابع للسائق ماشي تابع للحافلة. فالشيفور اللي كتيسوق هاد الحافلة هو اللي مسؤول على الديسك، على الديسك ديال السرعة. إذا قوس مقياس الزمن والسرعة في السؤال رقم 3، واش تابع للسائق؟ نعم. تابع للحافلة؟ لا. إذا الجواب هو رقم 1 ورقم 4. بالنسبة للسؤال الرابع كيقول واش أضواء الهيكل كتبين العرض والعلو ديال الحافلة؟ الجواب هو نعم، هذا هو الدور ديالها. واش كتكون إجبارية بمجرد يوصل العرض لجوج مترو؟ الجواب كذلك هو نعم. إذا أضواء الهيكل كتبين العرض، نعم. كتكون إجبارية بمجرد ما يوصل العرض المترين، نعم كذلك. إذا الجواب رقم 1 ورقم 3. السؤال رقم 5، من أجل توازن الحافلة على الطريق خص الأمتعة ديال الركاب تكون 1 على سطح الحافلة، 2 في صندوق الأمتعة. الجواب الصحيح هو رقم 2 في صندوق الأمتعة. أما الكيران اللي كانت فيهم قديما الشبكة الفوق راه ما بقاوش، ولاو ممنوعين. إذا الجواب رقم 2 هو اللي صحيح. بالنسبة للسؤال رقم 6، التقابل هنا ما يمكنش، واش نمر أنا الأول رقم 1، واش نسمح السيارة بالمرور رقم 2؟ من طبيعة الحال نسمح للسيارة باش تمر. السؤال 2 هو اللي صحيح، لأن أنا السيارة اللي قدامي معمرة ليا الطريق، زائد أنا كنسوق حافلة كبيرة. إذا الجواب رقم 2 هو اللي صحيح. في حالة وقوع حادثة في الليل، من الواجب أنني نوضع مثلث التنبيه على بعد 100 مترو. المسافة هي 100 مترو. إذا الجواب اللي صحيح هو وضع المثلث في 100 مترو، يعني الجواب رقم 3. سؤال رقم 8 تيقول واش يمكن نوقف في هذا المكان باش نسمح للناس يركبوا؟ الجواب هو لا، لأنني أنا واقف في وسط الطريق، خصني نحاز الأقصى اليمين عاد نوقف. إذا الجواب هو رقم 2. السؤال رقم 9، فبحاله مكرر في واحد السلسلة اللي من قبل، الطول ديال الحافلة ديالي هو 10 متر ونص، والبلاكة اللي قدامي ممنوع فيها على الحافلات اللي الطول ديالهم 10 متر للفوق. إذا واش يمكن لي نمشي لقدام؟ الجواب هو لا، هو رقم 2. بالنسبة للسؤال رقم 10، المحرك مشغل يعني الموتور امارش، واش ممكن ننطلق دابا؟ الجواب هو لا، لأن مؤشر ديال السخونية اللي على اليسر مازال منخفض. إذا الجواب هو رقم 2 هو لا. بالنسبة للسؤال رقم 11، أنا غادي في الطريق السيارة في لوتوروت، على هذا الطريق يمكن نمشي بسرعة 80 90 100 كيلومتر في الساعة؟ الأجوبة بثلاثة فهي صح، ممكن نمشي 80 كيلومتر وب90 كيلومتر و100 كيلومتر في الساعة. إذا الجواب هو رقم 1 و2 و3. بالنسبة للسؤال رقم 12، كتكبر القوة النابضة في المنعرج مع أولا سرعة الحافلة صحيح، مع العلو وحالة النوابض غلط، مع وزن الحافلة صحيح. إذا الجواب على السؤال رقم 12 هو رقم 1 ورقم 4. الفحص التقني ديال الحافلات فهو كيتجدد كل 6 شهور.
إذا السؤال رقم واحد من السلسلة الثامنة، كيتم تجديد الفحص التقني للحافلة كل عامين، كل عام، كل 6 شهور؟ الجواب هو رقم 3، كل 6 شهور. الحافلة فاش كتعدى 15 مقعد ضروري يكونوا فيها 2 نوافذ الإغاثة وجوج طفايات ديال العافية. إذا في السؤال رقم 2 كيقول كتوفر الحافلة ديالي على 30 مقعد، واجب تكون مجهزة بجوج نوافذ ديال الإغاثة، نعم، جوج طفايات العافية، نعم. إذا الأجوبة بجوجهم صحاح. بالنسبة للسؤال رقم 3، الإشارة كتخبرني بوجود بأحد الحافلات، يعني بانو مكتوبة فيه بي، خاصة بالحافلات، فالصورة تحت بي فيها حافلة، إذا صحيح. إذا الإشارة كتخبرني بوجود بأحد التوقف خاصة بالحافلات، الجواب هو رقم 1. الحافلة ديالي مجهزة بمخفض السرعة الكهربائي، باش نشغله بشكل سليم في المنحدر، يعني في الهبطة، خص نشغله بشكل تدريجي أو ندوز أحد مستويات السرعة أو نضغط على الواصل اللي هو الأمبرياج. الجواب الصحيح هو أنني نشغله بشكل تدريجي. إذا الجواب رقم 1 هو اللي صحيح. فاش تفوت 15 مقعد فضروري 2 طفايات ديال العافية. السؤال رقم 5 كيقول الحافلة ديالي كتوفر على 18 مقعد، واجب تكون مجهزة على الأقل طفاية العافية، على الأقل 2 طفايات العافية. إذا الجواب رقم 2، على الأقل 2 طفايات ديال الحريق. الجواب 2 هو اللي صحيح. الجواب رقم 6، قدامي واحد العلامة ديال المنع ديال العربات اللي العرض ديالهم 2.5 متر. بالنسبة للسؤال فيه العربة ديالي فيها الحافلة ديالي فيها عرض ديال 2.10 متر، إذا واش يمكن لي نستمر؟ الجواب هو رقم 1، نعم. بالنسبة للسؤال رقم 7، قدامي واحد البلاكة ديال التجاوز، فقبل من العلامة فممنوع ليا أنني نتجاوز، أما بعد العلامة فمسموح التجاوز. إذا الجواب هو رقم 2 ورقم 3. بالنسبة للسؤال رقم 8، حول ضريبة المحور، فهي العربات فوق 3 طن، سواء سيارة صغيرة أو حافلة. إذا الجواب هنا، واش واجب علي ندفع ضريبة المحور؟ الجواب هو رقم 1، نعم، واجب علي ندفع ضريبة المحور. بالنسبة للسؤال رقم 9، واش الحافلات واجب عليها تكون مجهزة بضوء احتياطي؟ الجواب هو نعم. واش هذا الضوء تيكون مرتبط مباشرة بالبطارية، أي مرتبط بالباتري؟ الجواب كذلك هو نعم. إذا الجواب الصحيح بالنسبة للسؤال رقم 9 هو 1 و3. السؤال رقم 10، بنفس السرعة واش كتكون مسافة الحصر عند الحافلة أطول منها عند السيارة الخفيفة؟ الجواب هو نعم، سرعة الحصر عند الحافلة تتكون أطول لأن عندها الحمولة. إذا الجواب رقم 1 هو اللي صحيح. بالنسبة للسؤال رقم 11، واش واجب على الحافلة النقل العمومي تكون كتوفر أولا على رخصة القبول، ثانيا على ورقة الطريق؟ الجواب هو أن الحافلة خصها تكون كتوفر على رخصة القبول، أي رقم 1 هو اللي صحيح. حسن، ندوز أنا الأول رقم 1، نسمح السيارة باش تدوز. رقم 2، هنا في هذه الحالة أنا اللي عندي الحق باش ندوز، لأن السيارة عندها علامة قف، ولكن بما أنني غادي ندور على اليمين فغادي نكبر الدورة، ممكن نقيس هذه السيارة هذه. إذا الجواب هو رقم 2، نسمح السيارة تدوز هي الأولى. وفي الأخير كنتمنى تشترك معنا في القناة، وبون شونس.